الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الشاملة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين رجب طيب أردوغان وبين كمال كليتشدار أوغلو. انتخابات خطيرة، جولة خطيرة، هي الأولى من نوعها. هذه الجولة الثانية التي نتحدث عنها اليوم هي لأول مرة تحدث مثل هذه الجولة على المستوى التركي وعلى مستوى الانتخابات طبعا الرئاسية الجمهورية. وهنالك أسباب وهنالك أسئلة، من الذي سيفوز؟ من الذي سينتصر في هذه الانتخابات؟ ومن الذي سيكون هو الرئيس التركي في حقيقة الأمر؟ هذا هو طبعا سؤال كبير اليوم يطرح. هنالك عدد من الآراء في هذه المسألة، عدد من الأوساط، عدد من معاهد الدراسات، كلها تتحدث من فعلا سيكون الرئيس التركي. لكن لماذا وصلنا إلى هذه الجولة الثانية؟ هي كلها بسبب ما جرى في الجولة الأولى. فكانت مسألة الجولة الأولى مسألة مثيرة للغاية بالنسبة لرجب طيب أردوغان. فعلا عندما تراه هو انتصر وحقق 49.52%، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا بسبب أن القانون الانتخابي للانتخابات الرئاسية التركية يتطلب منه أن يحقق أكثر من 50%، 50+1. هذا ما هو مطلوب من رجب طيب أردوغان أو من أي مرشح موجود لهذه الانتخابات الرئاسية أن يحققه لكي ينتصر، وهذا ما لم يتمكن من تحقيقه طبعا رجب طيب أردوغان. وبالتالي دخلنا إلى الجولة الثانية. لكن ما هو المطلوب في الجولة الثانية؟ المطلوب هو أن تحصل على الأغلبية لكي تصبح رئيسا لتركيا. هذا هو أهم ما في الأمر. وبالتالي السؤال مرة أخرى، العالم وليست فقط تركيا يترقب من الذي سيكون رئيسا لتركيا. هل سيكون رجب طيب أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟ هذا هو السؤال الأهم. بالتالي إذا ما بدأنا مع حظوظ رجب طيب أردوغان في مسألة الفوز، ما هي حظوظه وما هي نقاط الضعف التي ممكن أن يستغلها طبعا كليتشدار أوغلو؟ بالنسبة لرجب طيب أردوغان، أغلب الأوساط العالمية ومنها حتى الغربية على سبيل المثال مثل CNN، مثل الناشنال انترست، أو حتى مثل The Economist، كلها ترى بأن رجب طيب أردوغان اليوم سيعلن كرئيس لتركيا وبأنه هو الرئيس القادم وكل الطرق معبدة له. وهذا طبعا يعود لأسباب مهمة بالنسبة لرجب طيب أردوغان إذا ما اتجهنا إلى الخارطة الخاصة بما جرى في الجولة الأولى من هذه الانتخابات. هذه هي طبعا الخارطة، وهؤلاء هم المرشحين والنسب التي تحققت كما ترونها. طبعا بالنسبة لكليتشدار أوغلو هو السبب الأساسي في مسألة اقتراب أردوغان، صدق أو لا تصدق. فكان من المفترض بحسب العديد من الأوساط ومعاهد الدراسات وغيرها قبل بدء الجولة الأولى، كلها وجدت بأن الحزب المعارض، التحالف المعارض، من المفترض أن يفوز في البرلمان وفي الأغلبية في البرلمان التركي، وكذلك لكليتشدار أوغلو من المفترض أن ينتصر أيضا. ولكن هذا الأمر لم يحدث أبدا، فخسر تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية، وكذلك كليتشدار أوغلو كما هو واضح خسر ولم يحقق النسبة المطلوبة، وحقق 44.88% وفاز ب 30 محافظة من أصل 81 محافظة في تركيا. وهذا طبعا هو ما يجعل حافز المصوتين للمعارضة أقل من الجولة الأولى. الحافز قد انخفض كثيرا لأنهم لم يفوزوا في الجولة الأولى على أردوغان، رغم أن كانت من المفترض لديهم فرصة، ولكنهم أيضا خسروا الأغلبية في البرلمان. وبالتالي المعنويات ليست كما كانت عليه في الجولة الأولى بالنسبة للمعارضة، وهذا ما يرشح أن وضع كليتشدار أوغلو ليس بتلك القوة مقارنة برجب طيب أردوغان الذي حقق مفاجأة في حقيقة الأمر. كل الإحصائيات كانت تسير ضده قبل الجولة الأولى، ولكنه انتصر تحالفه أساسا وحزب العدالة والتنمية الذي يقوده طبعا هذا الحزب المهم الخاص طبعا برجب طيب أردوغان، فازوا في البرلمان وفي الأغلبية، وأيضا هو فاز ب 49.52%، طبعا الذي لم يكن كافيا كما تحدثنا، ولكن هو يعتبر على بعد 1% فقط، كان فقط لينهي كل الأمور في الجولة الأولى. وبالتالي هو انتصر ب 51 محافظة من أصل 81، وهذا هو الذي يعطيه فرصة كبيرة هنا للانتصار في الجولة الثانية. هنالك مسائل مهمة يجب أن ننتبه إليها. فبالنسبة للتحالف الخاص به قد انتصر
حزب العدالة والتنمية والتحالف طبعا الخاص برجب طيب أردوغان الذي هو مرشحه قد انتصر في اسطنبول تحديدا، وهذا ما يجعل حزب العدالة والتنمية الآن في الجولة الثانية أن يحشد الجماهير الخاصة به لكي يقوموا بالتصويت وإضافة المزيد من الأصوات أو من الذين كانوا مترددين في التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية ووجدوا أنفسهم الآن نعم لدينا انتخابات فيها مشاركة بنسبة عالية، دعونا نصوت لرجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات. كذلك في نفس الوقت أن رجب طيب أردوغان من الممكن أن يستغل تماما ما جرى، فهو ببساطة يقول للأتراك صوتوا لي الآن لأن تحالفي قد فاز بالأغلبية في البرلمان، وإن فاز لسبب ما اليوم كيليتشيدار أوغلو فلن يكون هنالك استقرارا، وتركيا أصلا تنفر من الحكومات الائتلافية منذ فترة طويلة، وبالتالي إن أصبح كيليتشيدار أوغلو رئيسا سيعارضه البرلمان، سيقف ضده، لن تسير الأمور كما يريد، وبالتالي صوتوا لي لكي يكون هنالك استقرارا ومشاريع قادمة بالنسبة لتركيا، وهذا هو الأمر المهم. أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن رجب طيب أردوغان كل ما يحتاج إليه اليوم هو أن يحقق نفس هذه النسبة، نفس الذين صوتوا له يصوتوا له اليوم ويفوز في الجولة الثانية بهذه البساطة، بل ما يزيد من حظوظ أساسا رجب طيب أردوغان هو سينان أوغان الذي ترونه هنا الذي حقق 5.2% تقريبا. هذا الرجل قبل أيام قليلة أعلن بأنه مؤيد وسيقف تماما مع رجب طيب أردوغان، وهذا يعني أن هذه النسبة 5.2% ستقف وستضاف إلى النسب التي يمتلكها رجب طيب أردوغان، بالتالي حظوظ رجب طيب أردوغان عالية للغاية اليوم للفوز في هذه الجولة وأن يعود إلى السلطة مرة أخرى. بل إن حتى كيليتشيدار أوغلو لديه مشكلة حقيقية تمت في حقيقة الأمر في الأيام القليلة الماضية في تحالف نوعا ما أزعج من أيده، أزعج من صوت له، وتحديدا من الأحزاب الكردية، فهو قام بعملية التحالف مع حزب الظفر تحديدا، وهذا الحزب تحديدا هو لديه نسبة معينة فاز بها، قاموا بتأييد كمال كيليتشيدار أوغلو، ولكن المشكلة كان هنالك غضبا كما ترون هنا من الأحزاب الكردية الأربعاء الماضي التي أيدته، انزعجوا تماما من هذا التحالف، وجدوه بأنه لم يكن صحيحا لأن هذا الحزب هو يميني متطرف، ولم يكن عليك يا كيليتشيدار أوغلو أن تقوم بهذا الأمر، ولكن بعد ذلك بيوم واحد فقط ب24 ساعة أي الخميس الماضي جاءت مباشرة الكلام، وجاء الكلام من هذه الأحزاب الكردية وقالت نعم نؤيد المعارضة، لكن لم يذكروا اسم أوغلو، وهذه مسألة معنوية كبيرة لطبيعة ما يواجهه طبعا كيليتشيدار أوغلو، وبالتالي كل شيء يبدو يسير بشكل رائع والطريق معبد لرجب طيب أردوغان للانتصار في هذه الانتخابات. ولكن أيضا هنا السؤال الذي يطرح، ما هي فرص كيليتشيدار أوغلو اليوم؟ هل يمتلك فرصا للانتصار؟ نعم هو يمتلك فرص للانتصار، فحزب الظفر الذي تحدثنا عنه الذي تحالف معه بهذا الشكل صدق أو لا تصدق هو قد يكون فيه نوع من الغضب من الأحزاب الكردية أو التحالفات الكردية التي ساندت كيليتشيدار أوغلو بسبب هذا التحالف، ولكن هذا التحالف يضيف أساسا 2.2% لكيليتشيدار أوغلو، وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها لأنها ستجعل هذه النسبة ما يقارب 47%، بالتالي تعطيه نوع من الدفعة لمواجهة النسبة الجيدة جدا التي تقدم بها رجب طيب أردوغان. أيضا بالإضافة إلى ذلك أن رغم أن كيليتشيدار أوغلو قد خسر في الجولة الأولى إلا أنه حقق شيئا لم يتحقق في عام 2018 في الانتخابات الرئيسية ضد رجب طيب أردوغان، فهو تمكن من الفوز ب11 محافظة تركية سبق لأردوغان أساسا أن فاز بها في عام 2018 وقلل من شعبية أردوغان، وجه له ضربة، أي إذا ما رأينا مثلا على سبيل المثال إلى هذه الخارطة التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2018 تجد أن رجب طيب أردوغان منتصر تماما الخارطة باللون الأصفر، هو حقق شيئا كبيرا. ولكن بالنسبة لكيليتشيدار أوغلو تمكن من الفوز في بالق أسير هنا، وتمكن في دينيزلي هنا، انتصر أيضا أنطاليا مرسين وكذلك أظنة وكذلك هطاي، وعاد مرة أخرى وانتصر في كارس وكذلك في أردهان، بل إن الضربة الكبيرة كانت في العاصمة أنقرة هنا وكذلك إسكي شهير انتصر فيها، والأهم هي اسطنبول، هذه أهم نقطة انتصر فيها في الجولة الأولى كيليتشيدار أوغلو، بل إن أغلب الأصوات التي تحصل عليها في اسطنبول، أي أتحدث هنا من 44 تقريبا 45% التي حققها في الجولة الأولى كلها كانت
قادمة من إسطنبول. ولاحظ كيف اختلفت الخارطة من عام 2018 إلى عام 2023. لاحظ اللون الأحمر أصبح في كل مكان، 11 محافظة انتصر بها هذا الرجل. لا يمكن الاستهانة بما تم تحقيقه. أيضا في نفس الوقت بأننا يجب أن ننتبه إلى إسطنبول، لأن اليوم التركيز بالنسبة للمعارضة على إسطنبول. فلاحظ في إسطنبول النصر لم يكن عاديا في الجولة الأولى لكيليتشدار أوغلو، أغلب الخارطة تبدو باللون الأحمر. أيضا حتى حزب العدالة والتنمية عندما فاز بالأغلبية في إسطنبول هو والتحالف الخاص طبعا الذي هو مرشحه رجب طيب أردوغان، ستلاحظ أن المقاعد انخفضت. لاحظ هنا ما حققوه 36.1%، بينما كانوا في عام 2018 حققوا 42.7%. يعني هنالك تراجعا للحزب أيضا، وإن كان فاز بالنسبة لحزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات تحديدا. وأيضا في نفس الوقت بأننا يجب أن ننتبه إلى ثقل إسطنبول، هي الأهم ثقلا ووزنا بالنسبة للأصوات القادمة عندما تصوت. لاحظ الدائرة كيف هي كبيرة في إسطنبول، في أنقرة، وأيضا أزمير الخاصة بالمعارضة، هذه كلها تابعة لكيليتشدار أوغلو. وبالتالي هم والخطة الأساسية اليوم لأوغلو هو يراهن بشكل كبير هنا على إسطنبول وعلى الكرد، أن يشارك المزيد من الكرد في هذه الانتخابات، لمن هم كانوا يشككون لا يريدون المشاركة، يريدون مشاركة المزيد من الأصوات التي لم تشارك في الجولة الأولى. والأهم هم الشباب الموجودين في تركيا، فنسبة مشاركة هؤلاء الشباب في الجولة الأولى كان أقل من المعدل العادي أو المعدل الطبيعي. هم يريدون مشاركتهم بشكل أكبر لأن هذا الجيل من الشباب هو ضد رجب طيب أردوغان بشكل عام ومع كيليتشدار أوغلو، ويريدونهم أن يشاركوا طبعا من إسطنبول تحديدا، يريدون رفع هذه النسبة. لماذا؟ لأن هذا الجيل تحديدا هو متأثر بالعوامل الاقتصادية التي تسببتها السياسة الغير تقليدية الاقتصادية من قبل رجب طيب أردوغان، كما يتحدث طبعا المعارضين. على سبيل المثال التضخم عالي للغاية، لاحظ التضخم وصل 85.5% كما تلاحظ هنا في أكتوبر عام 2022، وعلى الرغم أنه انخفض إلى 43.68%، لكن هذه نسبة عالية بحسب التريدينج إيكونومكس. كما تلاحظ أن النسبة عالية باللون الأحمر الغامق، ليس هنالك مزاحا في هذا التضخم، الأسعار عالية للغاية في تركيا. وطبعا في نفس الوقت أن أسعار الفائدة كما تلاحظون هنا بالنسبة للإنترست ريت في نفس الوقت هو خفضها كسياسة غير تقليدية كما يتحدث المتخصصين الاقتصاديين. وبالتالي عندما لك يكون لديك تضخم بهذا الشكل وأسعار الفائدة منخفضة، أنت تقيد الاقتصاد التركي وتضعه في مشكلة حقيقية. بل إلا الليرة التركية تعاني يا سيدي الكريم، لاحظ كيف أنها انخفضت الليرة التركية من عام 2018 وكيف أنها سقطت بهذا الشكل أمام الدولار الأمريكي. نتحدث عن 76% أو أكثر من 76% من انخفاض للليرة التركية. بل إن صدق أو لا تصدق، بعد الجولة الأولى وبعد انتصار أردوغان في الجولة الأولى، رغم أنه ليس انتصارا لكنه أعطى مؤشرات بأن أردوغان سيفوز بالجولة الثانية، لاحظ هنا بعد التاريخ بعد 14 مايو، في 15 مايو انخفضت الليرة وأخذت بالمزيد بالانخفاض، انخفضت بشكل أكبر أمام الدولار الأمريكي بعد الجولة الأولى. وهذا يوضح أن الأمور تزداد سوءا، الأسعار عالية والليرة التركية في مشكلة حقيقية للغاية. بل إن حتى الفاينانشال تايمز هنا أوضحت بأن الاحتياطي للعملة الخاصة بتركيا، العملة الأجنبية الاحتياطي وحتى الاحتياطي للذهب قد انخفض في 18 مايو كما تلاحظون بعد الجولة الأولى. وبالتالي الأمور ليست بخير بالنسبة لرجب طيب أردوغان، وهذا ما يستغله كيليتشدار أوغلو لتحفيز الشباب للمشاركة. بل إنه أيضا قال بأنني سأعيد الأكثر من 3.7% أو 3.5% من اللاجئين السوريين، سيعيدهم بشكل قسري ومباشر إلى الداخل السوري لأنهم يؤثرون على الداخل التركي بشكل أكبر. وبالتالي أريد الاهتمام بكم، شاركوا وساعدونا، لأن رجب طيب أردوغان كما يتحدث كيليتشدار أوغلو سيضيف 10 ملايين لاجئ سوري على 10 ملايين الموجودين كما تحدث، على غرار طبعا وعلى عكس ما هو مذكور على المستوى الرسمي من عدد اللاجئين
اللاجئين السوريين، وبالتالي هنالك استثمار كبير من قبل المعارضة. ولكن هذا الرجل أوغان بمجرد ما وقف مع رجب طيب أردوغان توضح بأن المعادلة اليوم فعلا، وخاصة أن أوغان وصف قبل مساندته لأردوغان بأنه صانع الملوك، أي أنه سيعطي الفرصة والفوز لمن سيقف معه. وقوفه طبعا مع رجب طيب أردوغان مع حقيقة أن التحالف قد فاز في الأغلبية طبعا في البرلمان، يعطي الفرصة بشكل كبير اليوم لرجب طيب أردوغان أن يفوز اليوم في الرئاسة، ومن الصعب تخيل بأنه لن يفوز في هذه الانتخابات. وبالتالي على هذا الأساس اليوم من المفترض أن يكون هو يوم رجب طيب أردوغان. لكن أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه إلى مسألة تداعيات هذه الانتخابات. إن جاء رجب طيب أردوغان على سبيل المثال، أو جاء كيليتجدار أوغلو، من هو الذي في حقيقة الأمر سيحقق الانتصار المطلوب؟ هذا هو طبعا السؤال الأهم. من كيف ستكون انعكاسات هذا الأمر، إن فاز أردوغان أو إن فاز كيليتجدار أوغلو، إن كانت على العراق، على العالم، على سوريا، على إيران؟ الأحصائيات يا معاد هي تتحدث ببساطة بأن رجب طيب أردوغان هو الأقرب في حقيقة الأمر إلى الفوز اليوم، لكن لا زال لدى رجب طيب أردوغان كيليتجدار أوغلو المزيد لكي يثبته اليوم. طبعا هي ساعات وسنعرف نتيجة من سيكون الفائز في هذه الجولة الثانية والجولة المصيرية. طبعا تحدثت الزميلة ميعاد عن مسألة العراق تحديدا، وما الذي سيكون في العراق وما الذي سيواجهه العراق أساسا من نتائج هذه الانتخابات المهمة للغاية. وكذلك هنالك أسئلة كبيرة، كيف من الممكن أن تتغير الأمور بالنسبة للعالم، بالنسبة للشرق الأوسط بشكل عام؟ لكن دعونا نركز على العالم، بما أننا قد نواجه ونحن نواجه في حقيقة الأمر حربا كبيرة للغاية بين روسيا وبين أوكرانيا منذ 24 من فبراير من العام الماضي. في حقيقة الأمر هذا الأمر هائل للغاية، بالتالي هنالك أهمية لنتائج انتخابات تركيا قد لا ينتبه إليها الكثيرون. هذه هي تركيا التي تراها، ولاحظ بأن تركيا تربط الشرق بالغرب، هي تربط كما تلاحظ الشرق الأوسط وما يأتي بعد الشرق الأوسط، الشرق هنا، وتربطه طبعا بالغرب، وربط هائل جدا بين العالم، نقطة مهمة استراتيجية جيوسياسية لا يمكن نكران بأن أي تغير سياسي أو اقتصادي أو زعزعة للاستقرار أو المزيد للاستقرار أو المزيد ازدهار وغيرها في تركيا سيؤثر على كل شيء، سيؤثر على الشرق وعلى الغرب وعلى اتصال العالم بأكمله، وبالتالي لا يمكن نكران هذه المسألة. وبالتالي هنا السؤال الأهم، كيف سيتغير الوضع على المستوى السياسي، على المستوى الخارجي بشكل عام، إن فاز مثلا رجب طيب أردوغان؟ بالحديث عن رجب طيب أردوغان بما أنه هو الأقرب للفوز اليوم، فهنالك مسألة مهمة في سياسته الخارجية. يجب أن ننتبه بأن الرجل عندما يتحدث عن الاتحاد الأوروبي وعن عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن رجب طيب أردوغان يقول ببساطة بأننا لسنا بحاجة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأن نصبح أعضاء للاتحاد الأوروبي، نحن لسنا بحاجة لهذه المسألة نهائيا، نحن أثبتنا ما بعد الاتحاد الأوروبي وبالتالي لسنا بحاجة لهذه المسألة نهائيا، وكذلك نحن أعضاء أيضا في حلف الناتو، وهذه مسألة مهمة للغاية. وأيضا هو يمتلك علاقات جيدة مع روسيا، وأيضا وطد العلاقات مع الصين، على الرغم من أنه هو أساسا وهو مع حلف الناتو في حقيقة الأمر، إلا أنه ذهب مع أعداء الناتو بشكل مباشر وحقق هذه الاتفاقيات، إن كانت بين روسيا وإن كانت أيضا مع الصين. وفي نفس الوقت هو تمكن أيضا من شراء مسألة مهمة في الفترة الماضية من روسيا، ألا وهي منظومة الأس 400. وكذلك قام قبل الانتخابات بفتح أول محطة نووية في تركيا، وهذه المحطة النووية هي المحطة الروسية الأولى من نوعها في تركيا قد فتحها. ولكن أيضا في نفس الوقت هو كان قد سلم طبعا طائرات البيرقدار إلى الأوكرانيين واستخدموها بكل نجاح في هذه الحرب، ورفض فرض أي عقوبات أساسا على روسيا، رغم أن حلف الناتو، دول حلف الناتو، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية كلها طبعا فرضت هذه العقوبات، لكن
تركيا لم تقبل القيام بهذا الأمر، بل إنها أرادت أن تكون قريبة طبعا بالنسبة لتركيا مع روسيا وأن تربط العالم بأكمله بهذا الشكل. وطبعا فكرة رجب طيب أردوغان هنا تقول ببساطة بأننا يجب أن نكون على مسافة واحدة من الصراع بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأننا أصدقاء للجميع، وبأننا نحقق تحالفات متعددة، تحالفات مع هذه الدول إن كانت روسيا والصين وحتى إيران على سبيل المثال، وكذلك تحالفات متعددة مع الغرب، وعلى هذا الأساس يتحقق الاستقرار، تكون نقطة أمان وتكون نقطة للوساطة مهمة بالنسبة لتركيا. وهذه طبعا الأمور تغضب الولايات المتحدة الأمريكية، هو ليس على وفاق مع جو بايدن الرئيس الأمريكي، وهذا ما يعقد الكثير من الملفات. ولكن رجب طيب أردوغان يسير بشكل كبير في هذه المسألة، وهو أساسا قد حقق أيضا اتفاقا مهما للغاية بين طبعا أوكرانيا وبين روسيا، وهو اتفاق الحبوب أيضا. وبالتالي هذا هو الوضع التركي مع رجب طيب أردوغان، وبالتالي الأمور ستبقى معادية للغرب، والأمور في نفس الوقت يبقى صديقا للغرب أيضا، وتحديدا لحلف الناتو، فهو يلتزم ولا يلتزم، ولكن كثير من المراقبين يرونه بأنه نوعا ما شيئا فشيئا يبتعد قليلا، يبتعد بل بالأحرى كثيرا من حلف الناتو في بعض الأحيان. وهذا هو الذي يستغله تماما كليجدار أوغلو. كليجدار أوغلو يأتي من بوابة مختلفة، هو يتحدث ببساطة بأننا يجب أن نكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، يجب أن نكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هذا أول أمر يجب أن نعمل عليه، أن نعمق العلاقات أساسا مع حلف الناتو، وكذلك نريد ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لنا أن نبقى بعيدين عن الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هو يريد أيضا أن يفعل ملف طائرات F-35 الشبح، أن تتحصل تركيا على الشبح طبعا بشكل كبير. وبالتالي هذه هي المسائل عندما تنظر إليها ستجد بأن أوغلو يميل إلى الغرب، يميل إلى حلف الناتو، يميل إلى هذه الدول الغربية أكثر من رجب طيب أردوغان، وهذا يعتبر تحول كبير جدا على العديد من الملفات. وهو يعني ببساطة بأنه لن يكون على وفاق مع روسيا، الأمور مع روسيا لن تكون طيبة أبدا، والولايات المتحدة الأمريكية قد تطلب منه، تقترب منا، يجب أن تعاقب طبعا وتفرض بعض العقوبات التي يجب أن نلتزم بها ضد روسيا لكي نوقف عملية التقدم والعملية العسكرية الروسية التجارية في أوكرانيا. وأيضا أوكرانيا ستصبح الأقرب بشكل كبير طبعا إلى تركيا، وبالتالي هنا تركيا ستذهب مع الناتو، ستذهب مع الغرب، وهذا نوعا ما لن يعجب الكثير من الأقطاب والكثير من الدول الموجودة طبعا في المنطقة بشكل عام. وهذه أيضا مسألة مهمة يجب أن ننتبه لكليجدار أوغلو. ولذلك على هذا الأساس عندما ترى المصوتين على مستوى الخارج في الجولة الأولى ستجد أن هنالك تغيرا مقارنة، عندما نقارن ما جرى في الجولة الأولى من عام 2023 بما جرى في الانتخابات الرئاسية في عام 2018. فعلى سبيل المثال إذا ما اتجهنا إلى الخارطة العالمية لطبيعة الأصوات ستجد بأن في عام 2018 بالنسبة لرجب طيب أردوغان ستجده بأنه كان منتصرا وانتصر في السويد. لاحظ أن السويد الآن هو أساسا قد رفض انضمام عضويتها إلى حلف الناتو، هو دائما يقف كمعرقل لحلف الناتو في العديد من المسائل. كذلك كازاخستان كانت مصوتة له في عام 2018، وأيضا العديد من الدول الأوروبية هنا مصوتة له في عام 2018، وأستراليا أيضا هي مصوتة له في نفس الوقت. وأتحدث هنا عن الأتراك، المواطنين الأتراك الموجودين في هذه البلدان. هذه كلها قد تغيرت صدق أو لا تصدق عندما تذهب إلى الجولة الأولى من عام 2023، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بعد العديد من السياسات ستجد بأن هذا الرجل قد تغيرت الألوان تماما. لاحظ كيف تغيرت، لاحظ كيف تغيرت هنا الوضع في السويد بالنسبة للأتراك الموجودين طبعا في السويد، صوتوا ضده. كذلك أنت ستلاحظ بأن أستونيا وليتوانيا لم يكن هنالك أتراك قد شاركوا في الانتخابات، طبعا قد يكون بسبب أن لم تكن هنالك عملية اقتراع أو صناديق اقتراع موجودة آنذاك في عام 2018، ولكن ليتوانيا وأستونيا صوتت مع المعارضة طبعا، وصوتوا هنا بالأغلب، وسنلاحظ هذه الصورة بشكل أقرب من الأوروبيين طبعا، صوتت لصالح المعارضة وليست لصالح رجب طيب أردوغان. كذلك كازاخستان قد انقلبت هنا بالنسبة للأتراك الموجودين هنا، وأيضا بالنسبة للأتراك الموجودين في أستراليا. وبالتالي لاحظ الوضع الاقتصادي، العديد من الأمور هي قد لعبت دورا في طبعا تغيير الرأي، ولكن أيضا ما جرى في الحرب الروسية الأوكرانية
لعب دورا كبيرا من أجل التصويت للمعارضة. وطبعا هو من المفارقة بأنك ستجد هنا في التصويت في الجولة الأولى بأن الأتراك الموجودين في روسيا صوتوا لكليتشدار أوغلو، وكليتشدار أوغلو أساسا مع الغرب، مع الناتو، مع الولايات المتحدة. بالتالي هي طبعا حرية رأي وهي عملية تصويت، وهذا ما أهم ما يحدث في هذه الانتخابات. دعونا نقترب من هذه المنطقة من أوروبا تحديدا. ستلاحظ هنا في عام 2018 كنا أمام بعض الألوان الصفراء، بعض الدول التي كان يتواجد فيها أتراك يصوتون لرجب طيب أردوغان، لاحظ كيف اختلفت اللون، أصبح أحمر بشكل أكبر من عدد من الدول الأوروبية الموجودة هنا. بالتالي تغير كبير في هذه الانتخابات وتحولات هائلة جدا حتى على مستوى أصوات الخارج. وبالتالي بالنسبة لرجب طيب أردوغان، إن فاز نحن أمام سيناريوهات مختلفة، وإن خسر لكليتشدار أوغلو نحن أمام سيناريوهات مختلفة، سياسات خارجية مختلفة على المستوى الدولي. السؤال هنا، نحن قد تحدثنا الآن عن الغرب، عن روسيا، عن أوكرانيا، تحدثنا عن كل هذه الدول، ماذا عن الشرق الأوسط؟ ماذا عن تحدثنا نحن في عن العراق؟ الزميلة ميعاد كانت قد تحدثت عن هذه المسألة، لكن ماذا عن الشرق الأوسط؟ ما الذي سيتغير في الشرق الأوسط؟ أهم دولة اليوم الموجودة والمحسوبة طبعا على الشرق الأدنى هي طبعا أو الشرق الأوسط هي إيران. إيران المتدخلة عن طريق فصائلها المسلحة، قريبة من الوصول للقنبلة النووية. من الذي تفضله إيران؟ طبعا إيران انعكاسات كل قضية في الشرق الأوسط. يجب أن نذكر دائما إيران وكيف تتغير الوضعية طبعا مع إيران بالدرجة الأساس، كيف سيكون أوغلو على إيران، كيف أيضا من الممكن أن يكون وضع رجب طيب أردوغان مع إيران، من الذي تفضله؟ فإيران اليوم تلعب أدوارا مختلفة، اختلفت عن عام 2018 طبعا بالنسبة لإيران، اختلفت كثيرا عن 2018 لأنها اليوم هي حليفة لروسيا، هي تعمل ضد أوكرانيا، هي لديها عمل كبير يأتي طبعا على المستوى الدولي، تمتلك الطائرات المسيرة، تمتلك الصواريخ البالستية، لديها تأثير مختلف تماما. هذه الدولة تحولت تحولات كبيرة، وإن كانت على المستوى الانتخابات التي قامت بها في الفترة الأخيرة مختلفة تماما طبعا عن مستوى المشاركة الهائلة التي تراها اليوم على المستوى التركي. وسنرى اليوم طبعا الإحصائيات مقارنة الجولة الثانية بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، إلا أن إيران لسبب ما وصلت إلى نقطة هائلة للغاية، هي وصلت إلى مرحلة بأن أي تغير في الداخل الإيراني أو أي تغير دولي ستجد إيران تلعب أدوارا بارزة تنافس فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتنافس الغرب بشكل عام في الشرق الأوسط، وبدأت تنافس أيضا على المستوى الأوكراني وعلى مستوى استخدام طبعا أسلحتها التي تجربها يوما بعد يوم.